في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس السيسي، انطلقت حملة تنشيطية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظات أسيوط. تعمل الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة على رفع الوعي الصحي بأهمية تنظيم الأسرة من أجل صحة الأم والطفل والمجتمع، إلى جانب موضوعات الصحة الإنجابية. كما سيتم خلالها إقامة معارض لنوادي المرأة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات، مما يساعد على تمكينها اقتصاديا. الخدمات كلها اللي بتقدم خدمات مجانا، تستهدف منها طبعا رفع معدلات الاستخدام علشان خاطر نعمل على تخفيض معدلات المواليد في محافظة أسيوط. في الحقيقة الحملة دي هي حملة توعوية خدمية زائد تنموية، يعني احنا توعوية ان احنا بنهتم بعملية الندوات والاتصال بالسيدات والتوعية، وبنقول لهم أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الأطفال، وان الواحد يفكر ازاي ان هو الطفل ده ليه حقوق ان انا لازم اديها له، من خلال الندوات والاتصال معهم والكلام معهم علشان نوعيهم، والزيارات المنزلية، وان انا اجيبهم واقول لهم ان في خدمات موجودة في وزارة الصحة يجوا يتلقوا هذه الخدمات. في البداية قبل تنفيذ الحملة بيتم الاعداد ليها من خلال الرائدات الريفيات. الرائدات الريفيات عندهم حصر باسماء السيدات وعناوينهم وكمان ظروفهم الصحية ووضعهم الانجابي، وبالتالي قبل تنفيذ الحملة الرائدات بتقوم بزيارات منزلية للسيدات علشان تعرفهم ان في حملة في الفترة المحددة، وتبدأ تقول لهم ايه الخدمات اللي بتتقدم من خلال الحملة.